وحوش وتواريخ وأشياء أخرى هنا. على بعد 10 كيلومترات من مأرب الجديدة تم ما يستحق البحث والتقصي حول مقدرة الإنسان اليمني وتاريخه في مدينة وجدت قبل الميلاد. في لحظة إشراقة ومصافحة لسد المدينة وعرشها ومعبدها يتجلى دليل واضح على تقدم السبائيين في الهندسة المعمارية وحسن اختيارهم لمواطن عيشهم. وفي مقابل ذلك تبرز التحديات التي تواجه بقاء هذه المعالم، حيث تحولت مع الوقت والإهمال والحرب إلى ما يشبه مقالب للنفايات وعرضة للنهب والسرقة. ومع وضع كهذا تبدلت نظرات الزائرين وانبهارهم إلى شعور بالإشفاق والأسى. عندما يجي زائر أو أشخاص خارج المحافظة أو من دول ثانية يتفاجئوا بهذا الإهمال والأسف، يعني إهمال كما ترون. إحنا نناشد الحكومة الموقرة أن يلاحظوا ويراعوا مثل هذا الحضارات والمعالم الأثرية، ولأنها أخيرة من حقول النفط ومن المناصب، ومن لأن هذا تدل على حضارة الوطن ومعالمه، ومن عنده غيره أو على وطنه وعلى حضارته، والله إنه يتأثر عندما يشوف هذا. تتمتع مأرب بكثرة معالمها التاريخية والسياحية وشهرتها التي جعلت من المحافظة محطة مهمة في تاريخ اليمن وشبه الجزيرة، ما شكل عامل جذب للزوار والسياح بهذه المدينة التاريخية، كما سجلت اعترافات كثيرة عكست مدى ما تملكه من ثروة فريدة وطبيعة خلابة. انت الحضارة، انت المنارة، انت الأصل والفصل، بالروح والفن من يشبهك، من يشبهك من. وعلى الرغم من هذا الزخم التاريخي والأهمية الاستراتيجية للمدينة وما يشكله ماضيها الجميل من معالم سياحية، إلا أن السلطات والحكومات المتعاقبة لم تضف عليه أي إصلاحات خدمية. أحب أن أوضح بالنسبة للمناطق الأثرية، سد العرش، المعبد، ليست باستلام مكتب السياحة. إلى حد الآن هذه المناطق مش باستلام السياحة، وفي زيارة وكيل وزارة السياحة الأخيرة اجتمع بالمحافظ وعلى أساس أنه تسلم لمكتب السياحة رسميا، وإن شاء الله في الأيام القادمة بتسمعوا خبر جيد. معالم مهدمة وأخرى تكاد تتساوى بالتراب، حتى وهي بهذا الحال لا تزال مأرب حافلة بحضورها التاريخي الباذخ، حيث يوجد به ما يغري ويستوجب من الجهات المعنية المحافظة على هذه الثروة من الاندثار والضياع، وهي ثروة تضاهي الثروات الطبيعية من النفط والغاز. هنا في هذه المساحات ترتبط ذكريات الصرح الممرد من قوارير، وتتضح قوة الإنسان اليمني وذكاؤه قديما. أما اليوم فإنما تشهده هذه المعالم من إهمال وتسيب تعكس حالة من الضياع والانشغال عن ماضي البلد وحاضره وربما المستقبل أيضا. خليل الطويل، قناة بلقيس.